السلام عليكم أصدقائي، معكم مريم أمجون. العالم والمغرب يمران بأزمة مرتبطة بانتشار فيروس كورونا، لذا فنحن بوضع استثنائي، ونحن كأطفال ملزمين بالبقاء في المنزل، وهذا البقاء في المنزل خصنا نستغلوه باش نقوموا بمجموعة الأنشطة اللي كتفيدنا وكتنمي من القدرات ديالنا. ولذلك فعلينا بتسطير جدول يومي كنقوم به، مثلا بإنجاز التمارين، بمراجعة الدروس، بحفظ القرآن الكريم، بالرسم، بالتلوين، بالألعاب الإلكترونية المفيدة، باللعب مع الإخوة، وكل الأنشطة التي تنمي من قدراتنا. والمهم علينا البقاء بالمنزل، وحفظنا الله وإياكم من كل شر وبلاء.